انتبه يا ابني يا أخي يا أخي الكبير، صغيركم كبيركم، انتبه أن تستغل من حيث لا تشعر. أسأل الله أن يهديه أو أن يقسم الظهر. في مسألة نحن بصددها الأيام، إن شاء الله يكون يعني مناسب الكلام فيها، وأستسمع الشيخ. يا أخوان، أنا يمكن أكبر من أكثركم، يمكن أكبر مني للشيخ، بين أبنائي وبين أحفادي، يعني عندي أحفاد بعد بالجامعة بعضهم. فمن خلال معرفتي في الأحزاب وخالتي له أكثر من ما يقارب 45-46 سنة، عندهم طرق، وهي أنهم إذا أرادوا شخصا ما أرسل له من المحبين فضلا عن المخالفين من يزعجه، فيتواصلون هكذا، وصية مش عبث، وصية أن هذا فلان قال الكلام الفلاني، راجع اسأله قلت ولا ما قلت. فيأتيك من محبين 20-30-40 بين رسالة وبين اتصال وبين مشافك، ها، فيقولك أنت قلت كذا، أنا بدافع عنك، كيف الرد؟ يعني تصور إذا جاك مثلا 20-30 كل واحد تجيبه بدقيقتين ثلاث، ما ينتهي واحد إلا اتصل آخر، ما ينتهي واحد إلا اتصل آخر، هم تعمدوا إرسالك أنت واستعمالك، هم يستعملونك ويرسلونك لتزعج فلان فضلا عن المخالفين. ولعلنا نحن الآن بصدد أو في عشنا مسألة، اللي هو الأخ مشعل نامي قال كلمة، كم واحد رد عليه من الشرق ومن الغرب ومقاطع وشتائم وإلى آخره. كل هذا أمر مدبر، ليس عبث، يعني ليس مدبر، ويأتي من هو يعني يركب معهم من حيث لا يشعر. هذا الذي يريد أن نبعه، قد تكون أنت تستعمل وأنت لا تشعر، تستعمل وأنت لا تشعر. ربما أرسلوك لتزعج فلانا، لتكثر عليه، لتلقنه درسا حتى لا يعيد مرة أخرى ينتقدنا بشيء. إن انتقدتنا بشيء فسنرسل إليك جنودا من الجن والإنس، من الأحباب والمخالفين، ضغط ضغط ضغط، حتى تقول ليتني ما قلت، ليتني سكت، حتى تقول سأسكت بعد اليوم. والله إن بعض الأخوة يقول لي، يقول أنا أعرف كذا وكذا لكن أسكت. لماذا؟ قال انظر ماذا فعلوا بك، فأنا ما أتحمل. كله ترتيب مرتب. فهذا العمل والله الذي لا إله إلا هو، كل يوم أتكلم بصدد هذا الموضوع قبل يعني يحضر الشيخ على الغداء اليوم، أن جعلوا في نفوس الناس أي شيء تشكر الحكومة لوجه الله تعالى، أو تدعو للحاكم، أو تقول رحمه الله حاكم سابق، هذه كهرباء تجي الواحد دائما ضد الحكومة، دائما ضد ولي الأمر، دائما حتى يبقى الواحد ما يستطيع يقول مثلا ولي الأمر رحمه الله، أو جزاه الله خير، أو حكومتنا الحمد لله عطتنا وفت وكفت. هذا الشيء جعله في نفوس الناس، حتى الذي وفقه الله عز وجل وتخلص من هذه المناهج الثورية والتكفير وإلى آخره، أحيانا تبقى فيه بقايا. الشيخ حماد النصاري، أنا أدركت الشيخ حماد النصاري، حضرت له قليلا، الملقب بمحدث المدينة رحمه الله تعالى، أذكر قال كلمة، قال الشوكاني من أصول زيدية وتحرر من الزيدية واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الحديث والعقيدة، لكن يقول له كلمات تشعرنا ما زالت عالقة من قبل. قال كقوله لو علم عمر المسكين، يقول عن الخطاب إيش المسكين، قال هذه عالقة من قبل. فتجد ربما بعض الأخوة وإن تحرر من المناهج التكفيرية والثورية والفوضوية تبقى فيه إيش بقايا. ما أن يقول كلمة واحد، ما أن يسمع كلمة، والله في شكر ولاة الأمر، لأن الله عز وجل من على أي بلاد فيها ولي أمر منا يجب على المسلم أن يشكر الله عليها. تبع ما أقول أبالغ، بل أقول حقيقة، لو كنت في بلد فيها ولي أمر كافر، بلد كافر يعني، لكن مستقر الآن، تذهب مثلا للتجارة ولا للعلاج ولا للدراسة، تصور إذا في حكومة مستقرة وكافرة، في شرطة وفي كاميرات وفي
ها يعني محاسبات، تدخل وتطلع بأمان. لكن لو حصل مثلا انقلاب في الفترة هذه وانت في تلك البلاد، ماذا راح اول ما تغلق المطارات حتى ترجع بلد ما تستطيع، ثم يصير النهب والقتل والفوضى وحكومة كافرة. انظروا يعني مع وجود حكومة كافرة الناس تستقر، ما بالك اذا كان في حكومة مسلمة وحاكمنا مسلم وسني ويصلي. هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. انت لو عندك مليار برصيدك لكن ما في امن، ماذا تفعل؟ ما تستطيع حتى خبزه. حدثني واحد اخ سودان في دارفور اللي كان فيها مشاكل، يقول والله ممكن يقتل الرجل حتى يأخذ منه ايش؟ الجوال ابو لمبه هذا اللي ما فيه لا واتساب ولا شيء. قال والله يقتل من اجل هذا، يقتله ويطلع من جيبه هذا يقتل. فاذا صارت الفوضى هذه وعدم وجود حكومه، لا في بصمات، لا في شرطه، لا في كاميرات، لا في مراقبات، لا في محاكم، لا في مباحث، لا بحد يحاسب، لا شو يصير في الناس؟ ماذا سيحصل؟ تذكرون في ايام كورونا انقطع البصل، بصل الناس تضاربت في السوق على البصل، تذكرون ما تذكرون؟ هذا شيء حديث، بصل. كيف الناس عادلوا يعني اعراض واموال وسيارات راح يحصل شيء عادل. فوجود الدوله واستقرارها هذه نعمة عظيمة والله لا تقدر بثمن. تحفظ لنا ماذا؟ ديننا ولا دنيانا؟ الدين والدنيا، مساجدنا، صلة أرحامنا، الجمعة والجماعات، الصيام، الحج، العمرة، الصدقات، صلة الأرحام، بر الوالدين. ناهيك عن أمور الدنيا كدراسة وتجارة وبيع وشراء وأكل وشرب. ما في حكومة، ما في انضباط، تحصل فوضى ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما أن يأتي أحد ويقول ولاة الأمر وطاعة بالمعروف، الأمور الشرعية اللي من الكتاب والسنة، إلا قام شوف شو معطينا، شوف هي فعلته اللي كذا كذا، سبحان الله العظيم. وقد يكون هذا المتكلم مستفيد هو 100 ضعف عن ما أنت مستفيد منه، لكن مع ذلك هم ربوا الناس بهذا. فعودا إلى ما بدأت به، لا تستغل من حيث لا تشعر. انتبه يا ابني يا أخي يا أخي الكبير، صغيركم كبيركم، انتبه أن تستغل من حيث لا تشعر. هل الأحزاب يقولون إيش؟ أي فائدة ممكن يستفيدها منك يستفيدون. لو واحد عمل استقطاع، لو عمل واحد طرصان، لو عمل واحد طبق خيري، لو عمل واحد علق بوستر، لو عمل واحد تغريدة، لو عمل واحد تشكيك بواحد، لو عمل إيش إيش أي شيء مقبول منك، الشيء اللي مش مقبول منك أنك تكون ضدهم. يعني حتى لو ما ظفر منك إلا سكوتك عنهم، والله زين هذا ما ينتقد، هذا يعني أضعف الإيمان. وذاك أخ يقول يعني كان حظ الدكتوراه في جامعة الإمام في الرياض، يعني ما هو صغير، جلس معهم عمر هو يحدث نفسه أحد مشايخ، يقول بعد ما اكتشفت حزبيتهم وكذا، يقول جئت فقلت أنا يعني هذا في الصال بين هذا فراق بيني وبينكم، وأنا اكتشف. قال يعني أنت عارف دعوة، يعني أصلا احنا كنا نستعملك تعليق البوستر، يعني شفت أي شيء ممكن تصويت، تعطيهم صوت، تنشرهم تغريدة، شكك لهم بواحد، استقطاع دينار، تشترك في الاتصال، فائدة كل يوم، في عندهم فائدة تطلع ملايين، فائدة كل يوم. وشركات الاتصالات عند واحد مشهور أو الحرف نسمه المنجد، المهم هذا يقول لك عنده بس فائدة كل يوم 10 ريال، هذا وزوجته واخته 10 ريال، عشر طلع ملايين على بنا فائدة كل يوم، يحصلون حصد. شيء عجيب، أعيد وأكرر وأختم، انتبه لا تستغل من حيث لا تشعر. استغلوك اي شيء يجي منك يخدم حزبيتهم وترتيبهم وتنظيمهم مقبول منك، ولو لم يأتي منك الا ماذا؟ انك تسكت عنهم، هذا والله المستعان معين. لا حد يجي يقول قالوا عنك كذي، ايش تقول؟ 50 واحد جاي قال عنك، وبعدين ارسلوك؟ لا والله ما ارسلوك، استغلوك. أختم بقصة جميلة شيء لطيف، تحب شفتك أنا مثل ما تحب اللطائف. شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصمد
يعني هو فلسطيني أقام في الشام، بعدين الرياض، الكويت، بعد استراليا، بعد توفر. قصة لطيفة. يقول في واحد ضرب له واحد، واحد ضرب واحد، راح اشتكى عند الضابط المخفر. استدعى الضابط، قال أنت ضربته؟ قال حضر الضابط صل على النبي. قال الضابط اللهم صل وسلم. قال شوف أنا صحيت الصبح صل على النبي. قال الضابط اللهم صل وسلم محمد. قال بدي اشتري لحمة، صليت على النبي. قال اللهم صل وسلم. قال لما رحت أسوي اشتري لحمة صل على النبي. قال صلينا، خلصني ضربته ولا لا؟ قال لي حضرة الضابط أنت صل على النبي ما تحملته. أنا من شريت لحمة، أديش اللحمة اليوم، أديش اللحمة اليوم، أديش اللحمة اليوم، أديش اللحمة. آخر واحد قال أديش اللحمة اليوم، ضربته. وصلت الفكرة؟ إذا 30-40 واحد، أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، هو أرسلكم. أنتم ما تبنوا أرسلكم، أنا نبيكم، هو أرسلكم. مخطط هذا. واحد يقول سجل مقطع، ترد. أصلا سجلت مقطع استانسوا، قال شفت؟ طيقنا عليه. شفت؟ يعني معنى أنه قاعد يتابعني إيش أقوله، معنى أنا ما أتابعه. والذي نفسي بيده أنا ما أفتح مقاطع من تأتيه، ما أفتح ولا أريد أسمعه ولا أريد أجعل له قدرا. وأسأل الله عز وجل كما قال الشيخ الألباني، أسأل الله أن يهديه أو أن يقسم ظهره. قلوا آمين. لأن سبحان الله العظيم ما أدري ماذا يريد هذا. نحن نعلم المنابر وندعو الله عز وجل والتوحيد والأسماء والصفات. خير الروافض ما يتكلم بالمعممين بهذا الكلام. كل يوم وراك وراك، ماذا تريد إلا ماذا تريد أن تصل؟ ماذا تريد؟ نحن هنا التوحيد قلة، نحن هنا السنة قلة، الدنيا مليانة روافض وليبراليون وعلمانيون وإباحيون وفساق وفجار وتجار مخدرات ومسكرات. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أني أسكت عن مخططاتكم؟ ها؟ أنتم دمرتوا العباد والبلاد، كل دنيا دنيا دنيا، مناصب فلوس تبرعات حط كذا مفاصل الدولة على طول دنيا. والله لا يكاد واحد منهم يتكلم بكلمة إلا كم يدفع عقود عقد جيبونها، ها؟ عشان يلقي محاضرة، عشان كذا. أصبح الناس كلها تخدر بالدراسات العليا والدكتورة والدكتور ودكتور. وأكثر الدنيا هذه دكتور عشان يصير راتبي 5000-4000. حتى ما تجد إلا من رحم الله وقل وندر من يريد أن يدعو الله عز وجل يعرف الناس بالله. كل دنيا دنيا دنيا، حتى باسم الدين دنيا، حضرات بالدنيا، صلاة بالدنيا، صوته جميل عشان سماعات، عشان فلوس، علشان يستضيفونه، علشان فندق، عشان 5 نجوم، عشان مبلغ. صارت يعني افسدتوا الدين، روحوا الدنيا منها كيفكم، الله يرزقكم. أنا ما احسدك انت تروح البحر وتصيد سمك، الله يرزقك حوت، بس مو تجي باسم الدين لعبتوا بالدين الدين الدين الدين. هذا اللي انا اتكلم عن هؤلاء، لانهم قاعد يعبثون في الدين، مو لاني منافسك على دنياك. لا، ليش تتكلم علينا؟ عندك يعني. ارسل هذا، ارسل هذا، ارسل هذا، ويستعملونك يا ابني، يستعملك وانت لا تشعر. أسأل الله أن يهديه أو أن يقسم ظهره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.